السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل حراك أمريكي لإغلاق ميناء الحديدة، وإلى التفاصيل. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين حراكا في محاولة لإغلاق ميناء الحديدة الرئيسي على الساحل الغربي لليمن، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الميناء بدعم أمريكي. وأفادت مجموعة نافانتي الاستشارية الأمريكية بأنها أبلغت تجارا بأن الرافعات التي تم تجديدها مؤخرا في الميناء لم تعد قادرة على العمل جراء الغارات الإسرائيلية، كما حاولت في تقرير لها تداولته وسائل إعلام أمريكية تسويق مزاعم حول عدم جاهزية الميناء للعمل واستعراض ما تصفها بتعطل الرافعات فيه. وحاولت المجموعة في تقريرها التلميح إلى أن الرافعات المتحركة التي تم استهدافها كانت تابعة للوكالة الأمريكية في محاولة لتمييع الدور القبيح لأمريكا باستهداف الميناء. ومع أن اليمن لم تشر إلى إمكانية تضرر الميناء وسط تقارير عن استئناف نشاطه بشكل طبيعي، إلا أن التحرك الأمريكي الجديد في أوساط التجار يعكس دورا أمريكيا بمحاولات إعادة إطباق الحصار على الميناء الذي يعد شريان لنحو 20 مليون يمني. يذكر أن الولايات المتحدة ظلت تهدد باستهداف ميناء الحديدة على مدى الأشهر السبعة الماضية مع فشلها في احتواء العمليات اليمنية ضد الملاحة الإسرائيلية عسكريا. وأنا ومن منبري هذا أقول تعال يا أمريكي وأغلق ميناء الحديدة، أتحداك تجي. وهو بالتأكيد لن يفعل، لأنه يعي تماما أنه أصبح عاجزا حتى عن الإبحار بسفنه وأصاديله العملاقة في البحر الأحمر، فما بالك بإغلاق ميناء الحديدة؟ هذا أضحوكة. نعم أعترف أن أمريكا بالأمس كانت هي المتحكمة في حركة السفن سواء في خليج عدن أو في البحرين العربي أو الأحمر، وكانت هي التي تقرر هذه السفينة تعبر وهذه لا تعبر، كان القرار لها، هذا لا شك فيه، هذا أيحينا بالأمس. أما اليوم فالوضع يختلف تماما، ولا ما رأيكم؟ أرجو توضحوا الأمريكي برأيكم في التعليقات إن أمكنكم ذلك. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.